أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والمحبة، وها نطل عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن سبورت. حلقة اليوم مختلفة بمحاور، بأحداث، متابعات، أمور كثيرة راح نتطرق من خلال حلقة اليوم، وحق الرد مكفول لأي شخص يذكر اسمه بالبرنامج. أرحب بضيوفي قبل الذهاب لأهم الأحداث. معنا الكابتن اللاعب الدولي كابتن نعيم صدام، حياك الله كابتن نعيم واهلا وسهلا بتواجدك. حياك الله استاذ نبيل الله مشاهديك. اهلا وسهلا بك. ايضا معانا شخص مختص بانشاء الملاعب وكيف تتم ادامه هذه الملاعب والاعمال بها، حسن غسان، حياك الله استاذ حسن واهلا وسهلا. تحياتي لك. مشاهدينا الكرام، نروح لابرز الاحداث ونتحدث ويا ضيوفنا من خلال ما راح نعرضه لجماهيرنا. البداية من نادي الشرطة يتوج بكأس السوبر على حساب نادي الكرخ بهدف دون مقابل. نروح نتابع ونرجع. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، مبارك للقيثارة الخضراء هذا الفوز وهارد لك لنادي الكرخ. نروح نشوف حالة من المباراة ونعقب عليها بعد ما نشاهد هاي الحالة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، بداية من كابتن نعيم. كابتن حياك الله مرة أخرى، وبصراحة كيف شاهدت كأس السوبر اليوم؟ أستاذ نبيل تحية إليك والأستاذ غسان وحسن، حسن غسان أخونا الغالي. حقيقة اليوم مبارك بداية لفريق الشرطة الفوز في بطولة السوبر، أكيد يعني بداية موفقة انطلاق الدور. نأمل إحنا كمتابعين للشأن الرياضي والدوري العراقي أنه نأمل أنه يكون بداية موسم غير ما شاهدناه المواسم السابقة. أكيد مباراة السوبر اليوم فريق الشرطة الكل يعرف أنه كل الأمور هي تميل إلى صالحه، وأكيد هذا استحقاق طبيعي أنه لما يمتلكه من نجوم، من لاعبين، من إمكانيات تفوق إمكانيات نادي الكرخ البسيطة. وأعتقد أنه استحقاق الطبيعي أنه اليوم يتوج أنه فريق الشرطة بلقب السوبر. يستحق. نعم. زين، الحالة اللي شاهدناها كنعيم صدام، ممكن الحالة شباب؟ يعني هاي الحالات طبيعية جدا، خصوصا انه الكل يعلم انه يعرف انه فريق نادي الكرخ اغلب لاعبين من لاعبين الشباب، يعني ما خاضوا مباريات كثيرة وخبرات كبيرة يمتلكوها. هاي الأخطاء يعني هاي التصرفات اكيد معيبة، اكيد معيبة، الكل يشاهدها معيبة، لكن انا اعتقد انه فريق الكرخ اغلب لاعبين شباب، يعني ما خايضين مباريات بحيث انه يمتلك الثقافه العاليه انه الان صور. هاي تتبع الثقافه اكيد يعني، اكيد يعني هذا اللاعب من يخوض من اكثر موسم، موسمين، ثلاثه، اربعه، اكيد تولد عند هذا اللاعب حاله من النضوج، كيفيه التعامل مع الحالات الصعبه، مع الظروف المتغيرات اللي تحدث داخل المباريات. وانا اعتقد هذا رده فعل اللي حدث انه ممكن فريق خسران اكيد يعني هذه الضغوطات النفسيه، خصوصا هم اغلب اللاعبين مثل ما قلت انه شباب، فاكيد تطلع منهم هذه الارهاصات في هذه المباريات. تمام. خصوصا انه يلعب مباراه كاس سوبر، يعني مباراه لقب. تمام. استاذ حسن كمختص بالملاعب وانشاء الملاعب، كيف شاهدت ملعب الحبيبيه؟ يعني ملعب الحبيبيه بالوقت يعني يعتبر تحفه 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 تحفة البغداد، يعني يعني تعرف بغداد تفتقر للملاعب المتكاملة. ملعب الحبيبية الآن من الملاعب العراق يفتخر بها، مثل ملاعب البصرة الموجودة، ملعب الفيحاء، هسه حينضاف الميناء، عندك ملعب الميناء راح ينضاف الميناء أكيد، يعني قريبا وصل النسبة يعني يمكن 98% 99% إنجاز، فحينضاف للملاعب الموجودة. فهذه تعتبر الملاعب الحديثة لعندنا، تعرف أغلب ملاعبنا إحنا الموجودة كلها قديمة اتهالكت، صح، إن كانت ببغداد لو بالمحافظات الموجودة. فهذا يعتبر فد رمز ببغداد موجود كملعب متكامل من كل من كل المرفقات الموجودة، من ناحية دخول الجماهير، من ناحية السعة مالته، من ناحية الأرضية، من ناحية كذا. فيعتبر من الملاعب الموجودة اللي هي يفتخر بها العراق الموجود هو ملعب الحبيبية حاليا في بغداد. في بغداد عندك بالبصرة موجودة. طبعا هسه احنا بالنسبة لنا عندنا ملاعب أخرى يجب إنجازها اللي هي موجودة عندك ببابل، عندك بالمحافظة بالديوانية، هاي بالمحافظة، هاي تضاف للملاعب. تعرف أنت كل محافظة لازم عندها ملعب كامل نموذجي.
يحتوي كل الفعاليات مو بس القدم بالنسبة للساحة وميدان، بالنسبة للفعاليات أخرى، وممكن تصير بملحقات أخرى للملعب، قاعات يقدر يستعملها باليد وبالتنس وبالطائرة. زين البعض يسأل يقول ليش ملاعبنا مو كاملة أستاذ حسن؟ الخلل بالشركة، الخلل بالوزارة، الخلل بمن يكون، الخلل بالأموال اللي إنه ما تكمل، منو صاحب الحق بهذا الموضوع؟ يعني 90% من الملاعب من تنفتح هي مو كاملة أستاذ حسن، منو يتحملها؟ شوف احنا لازم نتفق على شيء واحد بالنسبه كوزاره او ككفاءات او كمهندسين موجودين مختصين بانشاء الملاعب، العراق ممتلئ بهاي الكفاءات، عنده خبرات وكفاءات ونفذ بالواقع الحال نفذ، لكن المشكله الحقيقيه الموجوده بانجاز الملاعب هي فقط السيوله، السيوله الماليه. تعرف انت المقاوله من الصير او كانشاء ملعب، من يصير عندك انشاء ملعب انت المفروض مخصص له المبلغ مالته، هذا على المود ما يصير عندك توقف، كل توقف ده يصير عليه اضرار، ده تنضاف عليه اندثارات، ده تصير مبالغ اضافيه اخرى ده تصير عليه، هاي المشكله ده تصير عندنا احنا بالملاعب، لكن الملاعب غير منجزه يعني ما عندنا غير سبب هي عدم توفر السيوله الماليه، الا الكفاءات موجوده، الكوادر موجوده، كل شيء متوفر عندك انت، الموارد البشريه اللي احتجته كل شيء موجود، لكن السيوله الماليه هي السبب الرئيسي بتلكؤ انجاز المشاريع الموجوده. تمام. اليوم الملاعب تختلف عن جيل نعيم صدام ومن كان معاه كابتن نعيم، اكيد شلون كان الملعب يعني ثلاثة، اللاعب على مستوى عالي، الامكانيات مختلفة، صعوبة اللاعب يحصل مكان. اليوم اكو ملاعب هسه انا دا اقول له رغم ما كملت، بس هي رغم ما كملت بس افضل من الوقت اللي انتم كنتوا بيه، وين وين الاختلاف اليوم؟ الان كرة القدم تطورت يعني مو ما كانت تطورنا على قبل. احنا لا لا، هي هاي النقطة الرئيسية، انه احنا ايش قد تطورنا ودول الجوار او الدول المنافسة ايش قد تطورت؟ احنا نسبة تطورنا نقول 30%، لكن الدول الاخرى تطورت الى 70-80% نسبة تطور للتطور. تقول لي قبل انتم وين كنا نلعب؟ احنا كان ملعبين فقط عندنا، ملعب الشعب وملعب الكشاف اللي نلعب عليه الدورة كله، واذا كان بوقتها نادي الكرخة ونادي الرشيد الدور كله. الان دول العالم اصبحت كره القدم مو فقط انه لعبه ممكن تمارس لمجرد النشاط، بالعكس اصبحت كره القدم من اهم عوامل اللي ممكن تبرز مجتمعات، تبرز دول، مثل ما نشاهد الان قطر. قطر دوله صغيره برزت وعلى النطاق العالمي، حكومة كبيرة القطار، هذا اللي اقوله 20 مليون دولار مع استاذ حسن. استاذ حسن يقول استاذ حسن الان يقول مساله عدم السيوله الماليه، يعني هسه احنا العراق ما عندنا سيوله ماليه، مدى تتوظف بالطريقه الصحيحه؟ السيوله الماليه احنا اغنى من دول الخليج، كل دول الخليج مبالغ اللي عندنا اكثر من دول الخليج، بس وين تصرف؟ وين تروح؟ زيادة. الأهمية الناس اللي تتولى مسؤولية كرة القدم ومسؤولية الحكومة وين تنطي للمجال الرياضة أو مجال كرة القدم؟ ما تنطش بالنسبة لدول الخليج. لذلك أقول أنه التطور عندنا 20-30%، دول الجوار لا تتطور 70-90 توصل لمراحل متقدمة جدا. لذلك احنا نشوف الفرق شاسع، يعني الآن من أقول لك أنا ملعبين قبل نلعب عليه، لا الآن عندنا يمكن 8 ملاعب 9 ملاعب من اروع الملاعب بالعالم. اها ايه هاي ملاعب المدينه الرياضيه، عندك مدينه البصره، ملعب الميناء، ملعب المدينه، الزوراء انضاف الان، ملاعب راقيه جدا كلهن شاهدتهن، شاهدت ملعب البصره، دخلت البصره شفناه نعم، الحبيبيه الزوراء ملاعب. كيف نظره نعيم صدام كابتن نعيم على هذا من الملاعب؟ اروع ما يكون حقيقه، يعني احنا كانت في حينها تدري الملاعب كانت على انشاهد البره يضاهي الان ما شاهدناه قبل، الان موجود في موجود بالعراق، يعني ملعب كربلاء، ملعب النجف، ملعب المدينة، ملعب الزوراء، أصبحت ملاعب تضاهي الملاعب اللي شاهدناها قبل، يعني اللي كنا إحنا محرومين منها نلعب عليها في الخارج. يعني لا هذا لا ملعب الحمد لله أرضية ما شاء الله، شوف فتشي حتى المرفقات المنازع كل التفاصيل كانت على مستوى رائع وكبير جدا من الرقي. زين كيف شاهدت عمل وزير الشباب والرياضة الحالي؟
ده يعمل؟ البعض يقول لك وجوده وعدم وجوده لا شيء، انتم كنتوا بالذات واحد من الاشخاص اللي انت كنت قريب عليه، لكن اليوم اشهدك حتى بعيد عن المشهد الكروي، بعيد عن الاعلام كابتن نعيم. شنو اللي بداخلك؟ ليش هذا البعد؟ لا مو بعيد، انا موجود اختصيت بعمل حقيقه انه الان موجود في نادي الكهرباء. يعني رتبنا امورنا في نادي الكهرباء، ان شاء الله هذا الموسم نادي الكهرباء راح يكون غير ما شاهدناه حتى في المواسم السابقه. مساله التعادي عن المشهد الرياضي حقيقه مو بعيد، قلت لك انا موجود في نادي الكهرباء، لكن المشاكل العامه ونقول مشاكل المنتخبات ومشاكل كره القدم العراقيه شويه هالفتره ابتعدنا عنها، لانه اعتقد انه الظرف غير طبيعي اللي نعيشه الان. يعني شنو اللي ممكن واحد يسويه؟ حتى الان من تحدث الان عن الكابتن عدنان درجال مع الوزير، وضع غير طبيعي. يعني ما ممكن انه هو على سبيل المثال الان بطوله الخليج الكل قررت انه راح تقام في البصر، ما تعرف شنو المتغيرات، يعني لا بيد كابتن عدنان درجال ولا بيدي ولا بيدك ولا بيد اي شخص. وبالفعل هو الوضع انت ما تعرف. لذلك اقول انا ليش نجامل ونخفي الحقيقه؟ هذا هاي حقيقه، يعني حقيقه واقعه، ما اقدر انا الوم اي شخص، لان الوضع غير طبيعي، غير الكل يعرف وضعنا ما مستقر. مع العلم البصره تستاهل، البصره جاهزه لاحتضان كاس الخليج، كل التفاصيل جاهزه، وكل حتى هم الاخوان في الخليج كلهم من خلال تصريحاتهم انه اكدوا حضورهم الى مدينه البصره حتى ممكن تقوم بطوله الخليج، لكن انت ما تعرف شنو المتغيرات اللي ممكن تحدث بالعراق، وحقيقه هذا ما نعاني حتى المسؤولين، كل الناس اللي ممكن يقومون على الشان الرياضي متغيرات هي اللي تحكمهم، ما تحكم القرارات اللي ممكن او الخطط الاستراتيجيه اللي يضعوها. تمام، استاذ حسن جاهزين لاحتضان كاس الخليج من خلال ملاعب البصره، انت شاهدتها اليوم ملاعبنا جاهزه لاحتضان المباريات الدوليه. من ناحيه فنيه كمنشأ نعم جاهزين. جاهزه. جاهزين. جاهزين وقادرين، المنشآت الموجوده تستوعب الجماهير، موجود من ناحيه تنظيميه موجوده، ووزاره الشباب على مدى 24 ساعه، يمكن الفتره هاي مضت يمكن 7 شهور 6 شهور لحد هاي اللحظه، على مدى 24 ساعه تعمل لاستضافه هاي البطوله، لتوفير جميع، عملت خلايا ازمه من ناحيه نقل، تعرف انت البطوله من الصير بطولة لازم كلها، عندك ناحية أمنية، عندك السلامة، عندك الخدمات، عندك فصارت خلية أزمة بين الوزارات لإنجاح هاي البطولة. لكن مثل ما تفضل الكابتن نعيم، ما نعرف المتغيرات الحصل، بس من ناحية فنية كمنشأ موجود، ملعب الفيحاء شايفي كلكم وزاري منشأ رائع يعني، والميناء حينضاف، والميناء حصر عليه بطولة واحدة، يعني ما حصر عليه عدة بطولات، صح. هي بطولة واحدة اللي حصر عليه. تمام، أريد أسألك باختصاصك، ذكر لي أنه من ناحية الملاعب والأرضيات والثيل وغيرها، أنت كمختص اليوم الثيل وغيرها هاي أرضيات صالحة؟ هي هاي الحقيقية مثل الثيل والأرضيات للدول الخليج والأوروبية لو تختلف النوعية الكمية؟ بصراحة أستاذ حسن ده تحكي على الملاعب الهسة أنشئت الحديثة. أي نعم صحيح. أي اللي هسة أنشئت. أي نعم. لأن صار ليش تصفر؟ ليش ما إلها إدامة؟ لا لا، ما هسه أنت إحنا ده نحكي هسه على ملعب يعني ثلاثة، إحنا ما ده نحكي على عندنا 60 ملعب 70 ملعب بالعراق، انت سدى تسال على ملعب يعني ثلاثه اللي هي يمكن ملعب الزوراء والحبيبي عندك والبصره. لا راح اقول لك النجف كربلاء. النجف كربلاء هذا كله يعني كله تطلع جديد كابتن نعيم، يعني ما صار له 4 5 سنين. مضبوط. بالنسبه للصيانه انت تعرف لازم اكو شغله مهمه بالصيانه، الصيانه تعتمد على شيئين اساسيين بالنسبه كصيانه، صيانه منشأ، خلينا نحكي بشكل منشأ. المنشأ تريد تحافظ عليه عاملين عندك، طريقة استعمال المنشأ شلون لازم بطريقة سليمة تستعمل المنشأ، والقضية الثانية صيانة المنشأ اللي هي مهمة جدا. هاي القضيتين أنت إذا ركزت عليهن أنت العمر المنشأ حظل محافظ عليه بالطريقة الصحيحة، أي شيء تريد تحافظ على عمره الافتراضي تستعمله بطريقة صحيحة وتصينه بشكل دوري. احنا مشكلتنا كصيانة يعني أنت ملعب مثل ملعب الميناء أو مثل ملعب البصرة، هذا يحتاج لعمال خدمة، يحتاج ل فنيين، دولة دائمين، هذا مصاريف، انت دولة هاي المصاريف مالتها اليوم دا تيجي تدفق الاموال مثل ناقوط الحب، دا تيجيك ما دا تيجيك بشكل مخصص، يعني انت اليوم عندك ملعب، هذا الملعب
خلصته لازم توفر له مبلغ للصيانة مالته. هذا المبلغ المفروض ينحجز. الصيانة مهمة هسه نظام إدارة، أكو إدارة الصيانة، شلون أكو إدارة حسابات، إدارة كذا كذا، إدارة الصيانة، إدارة الصيانة من العوامل المهمة لنجاح المنشأ بكل شيء، يعني عندك بالمصانع، بالمعامل، حتى بالمدارس إذا تريد تعتبرها. فتوفير وأموالها أكثر من مبلغ إنشائها، لأن هاي حتمشي وياك الصيانة أنت طول عمرها، فأنت لازم هاي مخصص مبلغ الصيانة، مو بس تخصيص مبلغ المنشأ. أنت اليوم سويت ملعب فلنفرض مليار مثال، انت صيانة احتمال ترى مليار ياكل عندك بعد 10 سنين 15 سنه. زين، ليش من اني اخلي مليار او 10 مليار لانشاء الملعب الفلاني، ليش ما اخلي مبلغ يبقى لمده 5 سنين لصيانته؟ يحطون من يسوون المبلغ استراتيجيه، خلونا يمكن الاستاذ نعم. حسين يعرف، خلونا بالتفاصيل بالتندر. ليش اتركه كابتن نعيم؟ استاذ نبيل، الان انا ذاك اليوم معلومه وصلتني، يمكن ملعب الشعب السيد طالب تحياتنا له، تحياتنا له، رجل مجتهد جدا في عمله، لكن هذا يقول الامكانيات اللي متاحه له، انه ملعب الشعب مثل 6 موظفين به ممكن يديروه خدمه تنظيف وكل التفاصيل، وممكن انا اجي اعاتب مدير ملعب انه عنده 6 موظفين او 7 أو 8 يديرون ملعب الشعب. هل معقول إن مثلا انه انا اقدر احاسبه والقي اللوم عليه في اي تقصير؟ الموضوع اللي اتطرق عليه استاذ حسن يعني موضوع مهم جدا، مساله الصيانه، يمكن للعالم ما تعرف انه في بعض الاحيان الصيانه تكلف اكثر من المنشئ. يعني ليش جبت رياضي وجبت مختص؟ يعني انت اليوم تعرف انه هو ايش يقصد؟ لا انا اعرف، لانه يمكن اكثر من مناسبه، يعني انا احنا ظرفنا غير طبيعي، الان نتحدث عن الصيانه، احنا يمكن نحتاج اضعاف، لانه درجه الحراره توصل عندنا 50 وفوق ال 50، ما تصير حاله 50 فوق ال 50، واكو ثيل يكون لا مغطى ولا معرض لحراره الشمس. انا رحت يمكن ريال مدريد، شفت حتى الاجهزه اللي موجوده اجهزه مستعمله، انه الاناره اللي تمشي إنارة فوق البنفسجية، النمو الشعيرة وتمشي لها وقت ثواني وباو عليها. استغربت حتى من طبيت الملعب، قلت لهم هذا شنو؟ قالوا هاي أشعة تضرب الثيل حتى ممكن تساعد على النمو والحفاظ عليه. العالم، أنا قصدي أنه شوف العالم وين وصلت. إحنا درجة حرارة 50 فوق 50 ونجي نريد نلعب عليه الأصل، ما توصل 40 وتلعب 40 وين ال 40؟ 20 يطلعون مظاهرات. بالإضافة الكابتن نعيم بده يحكي للصيانة الصحيحة، المعدات اللي حكي عليها كابتن، التطور اللي صار. أنت تعرف هسه متطلبات الفيفا مثلا لصيانة أرضية الثيل الطبيعي، الماكينة ما الثيل لها وزن معين، مو أي ماكينة تجي تقص بها الثيل. طبعا عندك مثلا الماكينة اللي تقص مو قص السكينة مالتها أو تكون رولة، ما تكون أو بروانة. شلون بروانة تفتر؟ من تقص الثيل، من تقص الشعيرة طبعا بارتفاع معين، لان هي بمدة زمنية تقص الثيل، هذا القصة يبقى بداخل الملعب، مو فاك يوم يرفع مرة واحدة ويا القص. هسه احنا اغلب مكايننا تلاقي بيها حوض، هي قص هي سحب الثيل اللي تم قصه. الان هسه صارت كابتن نعيم من يقص الثيل يبقى الثيل القديم بالساحة ما يشيله، يجي يرفع من عنده بالفاكيوم يسحبه بمكينة أخرى، يجي يرفعه حتبقى جزء من الثيل اللي تم قصه، حيبقى جزء. هذا يساعد على نمو الثيل بالمستقبل كمان. أهم يعني يشتغل بذرة، يعتبر بذرة يطلع الثيل. طبعا الوزن، احنا نجي نستعمل مكينة القص، أكو لأن هاي التربة حتنداس عندك، انت ما يصير تظل هاي مرة مرتين ثلاثة تربة لحت تروح. فهاي يعني هاي امور هي تفاصيل، كلها تفاصيل. هاي المفروض هاي الاغلب ما يعرفها، يعني هي شنو هي الصيانه؟ صبغ واصبغ. هي شنو هي الصيانه؟ ثيل واجيب وادير مي. الصيانه اهم من المنشا، اهم من المنشا الصيانه، اهم من الانشاء. يعني عندك اليوم تريد تصين شيء اهم من ما تروح تفتح لك مشروع جديد وعندك مشاريع بدون صيانه. والدليل يمكن هسه لو نشوف اغلب منتديات الشباب اللي انشئت، منتديات جميله جدا وراقيه جدا، لكن بدات تتحرك.
تهالكت مو بدت تهالكت يروح اغلب المنتديات الان زين شوف مو هاي استثمار مو المفروض المستثمر هو يديمها اذا لو همينا وزاره الشباب والرياضه انشاتها وزاره الشباب بس اذا انطتها استثمار ممكن يكون هو المستثمر هو يكون المسؤول بس بالوقت نفسه ترى الكوادر هي اللي مسؤوله كوادر وزاره الشباب مسؤوله عن المنشأ اللي رفقته ممكن تعطيه استثمار هو ممكن المستثمر هو يتولى مهمته اليوم الجميع يمدح بإدارة نادي الكهرباء مو لأن نعيم صدام موجود ليش ما تبنون ملعب كابتن نعيم تقعدون ويا الوزارة يوم أنتوا يمكن بس أنتوا النادي الوحيد التابع للوزارة ماكو غيركم أندية ليش ما تقعدون ويا الوزير وتقولوا لا بريد نسوي ملعب من خلاله نستثمر والفلوس إنا وإليك من خلال راح ينحسب لي وزير الفلاني للكهرباء راح ينحسب لي علي الأسدي ونعيم صدام ومن معاهم بالإدارة راح يكون ملعب ليش ما تعرف اليوم انتوا عندكم فئات عمريه انتوا فريقكم ما حد يطلبكم وما عليكم ديون و مش راح يكلفكم استاذ نبي احنا سعينا حقيقه بالبدايه كانت معاناتنا اكبر مما الان عليه بالبدايه كان حتى ملعب بالتدريب ما كان عندنا صح يعني قدرنا انه من خلال الخطوات اللي اتخذوها على حقيقه استاذ حاج علي الاسدي واخواني بالاداره كلهم سعينا انه نوفر ملعب حدود الامكانيات اكيد بدعم الوزاره وزاره الكهرباء كان لها موقف بهذا الاتجاه نوعا ما ساعدتنا في هذا الموضوع لكن تقول لي انه ممكن الخطوات المستقبليه انه راح نفاتح الوزاره فلوس عندها الكهرباء لا مو نادي الكهرباء الوزاره عندها فلوس عندها وكلها قادره انه تسوي من اروع المنشات صح العالم اكيد ينحسب لها يعني والله لو انا وزير لفلان مؤسسه بالذات كرياضه اليوم اذا اريد الناس تحبني اخدم بالرياضه هي الواجهه الرياضة اللي ممكن الواجهه المشرقه نقول الرياضه ممكن من خلالها حتى تبرز عمل وزاره الكهرباء اي وزاره ممكن من خلالها من خلال الرياضه وكره القدم ممكن تبرز الوجه المشرق للوزاره نفسها بس تعرف في بعض الاحيان هاي المشاكل الاداريه اللي مساله الارض مساله انه النادي منظمات مجتمع مدني تابع لل الأولمبية الآن في قانون 18 كثير من التفاصيل الإدارية اللي تحيل أنه دائما أنه تعرقل هذه التفاصيل لكن أكيد كإدارة كهرباء ساعين لأنه نطور ملعبنا الآن اللي يمكن طموحكم طموحنا كبير طبعا أكيد إحنا طموحنا ما راح يوقف لكن الآن إحنا عندنا ملعب اللي هو في الأمين الآن ساعين لأنه نوسع ملعب ثاني اللي هو ملعب الثيل الصناعي ان شاء الله انه ويمنا مختص يعرف بالثيل الصناعي اكيد هو باطلاع استاذ حسن يمكن حتى انا بتواصل معه بكثير من التفاصيل اللي ممكن هي نقول تقلل القيمه الماليه تعملون ثيل صناعي ولا ثيل طبيعي؟ لا لا عندنا ثيل طبيعي ملعبنا الرئيسي راح ايضا نسوي ثيل صناعي 11 ب11 ملعب رسمي ثيل صناعي حتى ممكن نكون كل الفئات العمريه حقيقه كانت عندنا خطه في الاخوان في الاداره انه تكون يعني هي كره قدم مو فقط انه انا اجيب مواهب يعني احنا في منطقه يمكن بعيده جدا في الامين صح يعني خطه اخواننا بالاداره في اداره نادي الكهرباء انه من المنطقه نستوعب اللاعبين الشباب يعني الفئات العمريه الشباب عندنا مدرسة كروية وعندنا شبال وشباب وناشئين كل الفئات العمرية موجودة كل يعني حقيقة خطة الإخوان بالإدارة أنه الآن على رأسهم الحاج علي الأسدي أنه نستقطب المواهب اللي موجودة في المنطقة لأنه منطقة بعيدة ما نريد إحنا دائما بالعكس أنه المواهب ممكن تجينا وممكن يروحون غير فرق هذا واجبنا إحنا يحتم علينا أنه الموهبة وين ما تكون شلونها مدرستكم الكروية عملها مدربيها من لاعبين اللي مثلوا نادي الكهرباء سابقا يمكن اكثر من 12 مدرب عندنا موجودين اكثر من 100 حوالي 100 يوصلون العدد مال الاطفال اللي يدربون بالمدرسه الكرويه بالاضافه لفئه الناشئين والشباب عندنا موجودين بالاضافه للرديف اللي موجود عندنا في نادي الكهرباء حقيقه ساعين انه نستقطب اكثر الناس اللي موجودين من خلالهم ممكن هؤلاء اللاعبين يروحون للزوراء يروحون للجويه يروحون للشرطه يروحون اي نادي موجود احنا نعمل مهندس الصوت يحكي بدني يقول خوفتني قبل ايام دزيت لي مقطع فيديو لبعض التصرفات
لكن أنا بالأمين بس ما سامع هذا. ليش ما تروجون عنه؟ ما تقولون يا بنادي الكهرباء بفئات عمرية بيبي؟ ليش؟ موجود، وموجود على الصفحة مالتنا، وموجود المدرسة، وموجود الفئات العمرية كلها موجودة. قلت لك الآن ساعين إحنا كنادي كهرباء. أكو أعداد كابتن نعيم؟ نعم موجودة. لأن منطقة شعبية. منطقة شعبية ومنطق منطقة تقدر تقول عليها نائية بعيدة جدا. صح. ملعبنا هسا راح تتقربون ممكن. لا الآن راح نخلي التدريبات كلها تكون في الملعب مالنا. بعد انشاء الملعب ان شاء الله إن شاء الله سهل وكملناه. تمام. راح تكون كل الفرق مالتنا تتدرب في هذا المكان بحيث انه تكون قريب على المنطقه وقريب على المواهب اللي موجوده بالمنطقه، تكون هي نقول وعاء لتطوير المواهب اللي موجوده بالمنطقه ان شاء الله. ذكر لي عشب اصطناعي، شنو اللي يختلف بين الفيل والعشب الاصطناعي استاذ حسن؟ والاغلب يشكي، مع العلم احنا وصلت ملاعبنا حتى 11 اصطناعي. بالنسبه للعشب الصناعي والعشب الطبيعي، انت هسه سالت قبل شويه على ليش اصفر وليش مناطق. انت تعرف العشب الطبيعي هذا في عوامل كثيره تاثر عليه، منها الجو طبعا، ومن واكو عامل مهم جدا اللي هي البكتيريا الموجوده بالثيل. هذا لازم انت عندك مختبر حقلي موجود يفحص التربة، نوع التربة شلون. طبعا هذا هاي كلها طبعا تندرج تحت الصيانة. احنا نرجع نروح ونرجع على الصيانة. هذا كله بالنسبة للثيل الطبيعي، هاي العوامل الأساسية المؤثرة عليه. الثيل الصناعي، الثيل الصناعي ما عندك بيه مشاكل، لا يحتاج لسقي، لا يحتاج لصيانة، لا يحتاج بس مضرة على الجسم الإنسان عكس الطبيعي. الطبيعي ممكن يبني لك عضلة كابتن يأيدني من خلال الزميج الرياضي يعرف. الطبيعي ممكن بالجهد بالهذي، الصناعي ممكن حتى يأثر على مفاصلك. ما عندك مش أنت بالنسبة للثيل الصناعي وللثيل الطبيعي عندك، هي أنت مشكلتك تقول على العضلة وعندك الصدمات. مو هذا تكون صبة، هذا ما تكون صبة. ليش صبة؟ ليش تفترض صبة؟ أرضية الثيل الصناعي ممكن. هذا مو أني، هذا الناس تتحدث تقول مثل ما حد فلش اللاعبين غير الساحات الخماسية. ما الخماسية الساحات دا تشتغل مو ضمن مواصفات أخي. أنت لازم الثيل الصناعي، هاي حكيناها ونحكيها دائما، الثيل الصناعي لازم انت ضمن مواصفات معينه تشتغل. شنو هي المواصفات؟ حبيباته، ثيل مالته، شنو؟ اول شيء الارضيه عندك. شنو الارضيه؟ الارضيه تحت الثيل، اما تكون سبيس، اما تكون عندك تراب، اما تكون عندك حجر، عندك ارضيات اللي هي الفيفا موافقه عليها بالنسبه هاي تحت الثيل. من تيجي على المود تحط الثيل اللي تريد، طبعا هسه اعطيك مثال، انت الثيل الطبيعي 250 ساعه تلعب عليه يتلف الثيل الطبيعي. الطبيعي 250 ساعة يتلف علميا هاي؟ اي نعم. الثيل الاصطناعي يعطيك ابو الثيل الاصطناعي يعطيك يقول لك انا ضمان انتاجي بالثيل من 15 سنة الى 20 سنة، بس بشرط تستهلك بطريقة صحيحة، تديم صيانته بطريقة صحيحة. هذا همين استهلكه بطريقه صحيحه ما تقدر. الثيل الطبيعي نبته، هاي انت نبته ايش قد تريد تلعب عليها؟ انت النبات هذا الثيل الطبيعي مو مثل الاصطناعي، الاصطناعي لا عندك سقي، طبعا عدا الكلف مالته. شوف كلفه انشاء الثيل، شوف الفرق بين الثيل الطبيعي والثيل الاصطناعي. عندك انشاء الثيل الطبيعي ارخص من الثيل الاصطناعي ككلفه انشاء، بس كصيانه هذاك اكلف. الطبيعي اكثر من الاصطناعي، فلو تيجي تسوي حسبه على 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 مدى سنوات تلقي الثيل الاصطناعي يطلع لك اصرف لك من الثيل الطبيعي ويعطيك نتائج. بس احنا وين عندنا مشكله؟ بالجوده مشكلة بالعمل. هاي جوده، هاي طبعا انت اليوم اكو الثيل الاصطناعي هذا مصنوع من مواد، اكو مواد معاد تدويرها، اكو المواد اكو صالحه لاعاده تدوير، اكو مواد غير صالحه لاعاده تدويرها. من دا تيجي تشتغل هاي المشكله وين؟ انت الفيفا يعرف كابتن معتمد، معتمده عند المصنع، معتمد ويتدخل بالمواد الاوليه اللي تشتغل بالثيل. يعني من ابو المصنع يصنع ثيل ياخذ المواد الاوليه المصنع منها الشعيره المواصفات. انت اليوم من تيجي على الثيل الصناعي لا عندك بكتيريا قليل، هو ما يحتضن بكتيريا، عندك مسوي شبكه بزل ما يخزن مي. الثيل الاصطناعي رأس النساء، الثيل الطبيعي يخزن المي ويا المياه الجوفية تروح. الثيل الطبيعي، الثيل الاصطناعي ما يخزن مي. صيانة ما عندك دي الصيانة عليه، فقط تعبي له إذا سويت له. يعني من أقول لك 15 إلى 20 سنة الثيل الاصطناعي يطول، بس إذا صنته بطريقة صحيحة
حبيبات لازم تحط له حبيبات عبي كل شهر مثلا، لازم تصير تعبئة حبيبات، تنظيف، إزالة الغبار لازم بصورة مستمرة عندك، بقع إذا موجودة، إذا طبعا بشكل علمي، مو هي مو اجتهادات يعني. المفروض يعني احنا شن يعني دا نسعى لهذا الموضوع، المفروض كل مكان مسؤول عن ملعب، عن نادي، عن كذا، تصير عندهم الثقافة لصيانة هذا المنشأ، لأن تعرف اكو منتديات بها مسابح، انت لازم تجيب خبير مسابح يجي للصيانه مال المسابح شلون يتابعها، هاي اذا تنترك المسابح تنترك بلا مي املاحها، هاي كلها تاثر عليها، هاي مشكلتنا احنا، مشكلتنا مشكله الصيانه هاي. هذا اذا توفرت الصيانه الصحيحه كل شيء تحافظ على العمر الافتراضي له. تمام، تحدثت وياي قلت لي كنا خاضعين لقانون اللجنه الاولمبيه صح؟ اليوم حدنا قانون كابتن نعيم بالرياضة؟ أكيد أكو قوانين، عندنا قانون طبعًا. لو قانون طبيعي جدا، قانون 18 اللي خاضع الآن آخر كتاب من الإخوان في وزارة الشباب أنه أولى الأندية والاتحادات إلى اللجنة الأولمبية، وشكل اللجنة الأولمبية مكتب لإدارة الانتخابات في الأندية والاتحادات. زين، ليش هاي المشاكل بالأندية وإدارات اثنين وغيرها وإدارة و... ليش دائما ويا يوم ماكو مشاكل حتى ليش المشاكل؟ مو سبب هالقانون كابتن نعيم؟ هو هذا القانون الآن يعني أخذنا فترة من فترات أنه وزارة الشباب هي اللي أخذت على عاتقها وفق اجتهادات من اجتهادات وزارات. لو اليوم أنت تعطي المال من حقك أنت تحاسب إيه كابتن نعيم. نعم هي أصبحت هيك أنه أنا عندي المال ممكن أنا أفرض إرادتي على الأندية. من حقك أنت التحق. عندك المال وتحاسب؟ لا أبداً. الآن قلت لك الآن الفترة الأخيرة وتضحت أنه الأمور اتجهت وفق القانون 18 أنه الآن وزارة الشباب أخلت إيتها عن الاتحادات وعن الأندية، واصبحت الان مرجعيه الاتحاد ومرجعيه الانديه هي اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه، والان كل الانتخابات الاتحادات بالنسبه للاتحادات والانديه هي المشرف الاول والاخير عليها اللجنه الاولمبيه. تمام، اروح لموضوع جدا مهم يعني بصراحه، كثير انديه تتصل بسبب الانتخابات والهيئات الاداريه انه هيئتين اداريه، وهذا الموضوع ما جاي نعرف حقيقته. رئيس اللجنة الأولمبية لازم العصا من النص ما جاي نعرف. طبعا هذا الكتاب يوم 28 بالشهر منازع بين طرفين، مركز تسوية تشكل باجتماع الجمعية العمومية يوم 26 بالشهر، يعني هذا الكتاب صدر بعد تشكيل مركز تسوية. زين المن يعني انتو خالي المركز تسوية يناقش الموضوع الخطر ان هذا الكتاب تدخل في شؤون الهيئات الإدارية خارج اللجنة الأولمبية، وتدخل سافر من قبل رئيس اللجنة الأولمبية، وإذا وصل للجنة الأولمبية الدولية شنو راح يكون المبرر؟ إذا تقولون على القانون العراقي فالقانون يسمح لكل رؤساء الأندية يدخلون بالجمعية العمومية، ليش ما دخلوا؟ ليش هنا تتعاملون بقانون وهنا تتعاملون بغير قانون؟ هاي مخالفة قانونية واضحة. علما هذا نادي المشخاب يعني اللي الصورة واضحة أمامنا، ثلاث رؤساء اتحادات اتدخلوا من أجل إيقاف انتخابات نادي المشخاب وفق القانون، لكن هاي الانتخابات قانونية من أجل بعض الأمور اللي حتى أنا أعطيك تمثيل وأنت تعطيني تمثيل، وضغط على مكتب الأندية الجديد اللي تشكل، وأثروا على رئيس اللجنة الأولمبية وضغطوا حتى يوافق على هذا القرار. إذن القرار من يتخذ من اللجنة الأولمبية أو من رئيس اللجنة الأولمبية يعني خلي يعرف الجميع، وتروح شكوى اليوم للجنة الأولمبية، وبقي للصورة مخرجنا هذا الكتاب هسه، إذا هذا النادي راح اشتكي باللجنة الأولمبية الدولية راح تتوقف الرياضة بالعراق، لأن ما من حق اللجنة الأولمبية تتدخل تدخل مباشر بالأندية والاتحادات. هسه احنا ما نعرف انتو المن شكلتوا لجنة الأندية برئاسة الأستاذ مهدي شواي وعلاء جابر والأخوة، شنو الغاية اذا ما تسمعون كلامهم؟
ليش هاي المشاكل بالأندية؟ إذا دخلت الوزارة راح تقولون ها الوزارة دخلت وما يصير، وإذا جوي عليكم الناس أنتوا لا تحلون ولا تربطون ومجاملات، ونصعد للمكتب القانوني والمكتب القانوني يرفعها للجنة الأندية ولجنة الأندية ترفع التوصيات لرئيس اللجنة وهم تدخل رئيس اللجنة. فإذا أنا أعتقد هذا الكتاب خطر جدا على الرياضة العراقية، وأتمنى يتابع متابعة دقيقة الكابتن عدنان درجال ويتخذ خطوات حقيقية، لأن منو يتحمل إذا الرياضة العراقية توقفت؟ وأنا برأيي أفضل تتوقف أولا حتى هاي الوجوه تتغير، مع احترامي للبعض منها أكو وجوه لازم تتغير بعد، لأن اشترت إعلاميين، اشترت الصحفيين، اشترت بعض الشخصيات، حتى شنو حتى من واحد يطلع يحكي بحقيقة. أنا ما عندي مصلحة، الله وكيلكم، ما أعرف نادي المشخاب وين صاير زين، بس من الناس تخابرك وتحكي وتشكي وتسولف. وبعد أكو أندية بالحلقات القادمة راح أتحدث شلون هسه طلعت كتاب، راح أطلع فيديوهات وتصاريح وكتب، وشوفوا اللجنة الأولمبية شلون دا توهم الأندية ودا تخلق مشاكل. أنت اليوم أنت أم للرياضة، كابتن نعيم على خطأ عذرا خلاص على خطأ، كابتن نعيم على صواب خلاص، ماكو روحوا للمحاكم، ماكو هيك حكي. يعني الرياضة تفلشت بسبب كابتن نعيم صراحة. اليوم كنا نتمنى النجوم يقودون، البعض يقول النجوم ما قادوا، حتى من اجوا كابتن عدنان ويونس وكابتن غانم، اثر عليكم هذا الكلام اليوم؟ اذا مو هم الموجودين صارت غصه بالجمهور والمشاهد، لو الخلل مو بالنجم، لا لا، هو المشهد الرياضي الان من اللي ممكن يعني الصداله غير خلينا نقول الرياضي؟ اكيد الرياضي، لان التفاصيل الدقيقه هو اعلم بها من غيره. انت لو تقول الان الاسماء اللي قادت ممكن اللي يجون أسوأ من هؤلاء، لكن انا ارجع واقول انه الظرف الغير طبيعي. هذا عمل اداري كابتن، طبيعي جدا عمل اداري، كل اللي موجودين هم مارسوا العمل. هسه ما اريد اقول الكل، ما اريد اعمم المواضيع، لكن كثير من الرياضيين نجحوا بمفاصل. ليش انا اخذ النموذج السيء مثلا انه هذا فلان؟ احنا الكل يعرف انه الوضع الان اللي نعيشه وضع غير طبيعي، كل من يتصدى المسؤوليه الان هو محل استثنائي، شبهه واتهام كل اللي يتصدى. لذلك شوف كثير من الناس الرياضيين اللي يمكن اللي يحاولون انه يحتفظون بما امتلكوه من حب للجماهير ابتعدوا يعني ما يتصدى، لان انت ما دام تتصدى المسؤوليه ما ممكن ترضى الجميع. واصبح الان امور التواصل الاجتماعي اصبحت وسيله سهله للتسقيط. ليش يستمع لها كابتن نعيم؟ انت اليوم عندك ثقه منه نعيم صدام، نعم. ماكو اثنين يختلفون على اسمه، واسم نعم. كريم واسم حبيب واسم فيه. ماكو ناس تختلف على اسمائكم نعم. ولا على اخلاقكم. خلينا نكون بصريحين شويه، اريد اقول لك يعني احنا شو نسولف برا. انا ليش ما اجيب نعيم؟ ليش ما اجيب كريم؟ ليش ما اجيب حبيب؟ يدربون اليوم ابسط شيء فئات عمريه. ليش انا اروح اجيب ناس بحجه والله مو هذا دكتور، مو هذا اكاديمي؟ لا مو اغلب لا موجودين هم رياضيين واسماء، لكن كافي لا زالت الاخطاء موجوده. الاخطاء لذلك اقول انا استاذ نبيل انه اي شخص تجيبه ويتصدى المسؤوليه ما راح انت ترضي الجميع. مو انا دا اجيب اشخاص ما عندهم الخبره. انت ما تقدر انا قبل الحلقه سالتك قلت لك كابتن ليش ما تتدرب؟ اعرف شنو بداخلك، ممكن اكو فد شيء انت ما عاجبك، ما تقبل احد يتحكم بيك. طبعا تريد الـ 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 الاموال اللي انت حتى تبني بيها فريق، حتى مو والله جيب كرات ودربت. لا لا فهمت انت ليش ما تدرب، ما تقبل تدرب. الوضع اذا ما ساعدك على انه تحقق الامور اللي ببالك والنجاحات اللي انت تطمح لها، ادواتك ما موجوده، فاكيد ما راح توصل لهدفك. ليش نجحت اكاديميتكم اليوم بالكهرباء؟ لان خال مختصين صح؟ لان هسه احنا نقول نجاحنا على قدنا، طموحنا بسيط، امكانياتنا بسيطه، برغم الامكانيات البسيطه، طموحنا البسيط، طموحنا انه احنا ذول الشباب الاطفال الموجودين بالمنطقه انه مو كان ما يروحون مكانات ما نحب انه يتواجدون بها، اتمنى انه ذول هؤلاء ممكن نستقطبهم من خلال المنطقة اللي موجودة، احنا ما رحنا نجيب من غير مكان، احنا هاي وجهة نظرنا انه نستقطب هؤلاء الاطفال مو كان ما يروح للقهاوي او مكانات غير ملائمة لهم، هاي يكون مجاله، والمجال الرياضي محبوب لدى الاطفال كأغلب الاطفال الموجودين،
لذلك احنا كانت الفكره موجوده انه نستقطب اكبر عدد حتى ممكن نبعتهم نفس الوقت وممكن تبرز مواهب بها خدمه للرياضه العراقيه. تمام. هذا الهدف الاكبر من موضوع انشاء المدرسه يعني. تمام. وصلتني رساله قالوا بما انه ضيفك مختص بالملاعب ليش المضامير ما حد يهتم بيها؟ يقصد مضامير الركض؟ مضامير الركض يعني يقولون يعني مثل انه الحكام يحتاجون لمضمار، الساحه والميدان تحتاج لمضمار، كثير من الامور المضمار يساعد. ليش يعني مثل ممكن ملعب الشعب مضماره متعبئ، الساحه والميدان مضمارها، بقيه الانديه ما تهتم للمضمار؟ لا بالعكس هي مهتمه، بس تعرف مو احنا هم نرجع للكلف السيوله. بس هذا الشيء مهم المضمار. مهم شلون تجيبه؟ انت ما عندك تخصيص لحد الان على انشاء منشأ، ما عندك تخطيط، ما تعطيك موافقات انه تنشئ. ده تشتغل على نظام التنفيذ المباشر. الضوابط الموجوده بتنفيذ المباشر ما الكشف ما يعبر ال 250 مليون. انت اليوم تجي ملعب الشعب، ملعب الشعب بس مساحه المضمار بيه بحدود 11500 متر مربع. مستحيل تغطي ال 250. يعني توجه وزاره الشباب، يعني قبل فتره معالي وزير الشباب كابتن عدنان وجه الهندسيه باجراء كشوفات على جميع المضامير، لان بغداد ما بيها مضمار يتمرنون عليه الساحه والميدان، بطوله ما عندهم. حكام وغيرها استاذ حسن. عندك حكام، عندك الابطال ما ساحوا ميدان، انت غير تركضه على، لان هذا تختلف عند الارضيه من ده يطلع يشارك برا عند يركض على قاع مثل يركض على كونكريت تبعك كصلابه، ده يروح هناك ده تختلف عند الامور، فهي هم تاثر على مثل اللي يتمرن على ثيل صناعي ويقيم بطوله على الثيل الطبيعي. القصد وجه المعالي الوزير اصطدموا بالمبالغ مالتها ما تتوفر. هاي المشكله مالتها، الا وزاره الشباب عندها رؤيه يعني الدائره الهندسيه حتى المضمار مال جادريه مال كليه التربيه الرياضيه تريد تعيد تاهيله، يعني دا تحاول باقصى جهد ومع انه تابع هو لوزاره التعليم العالي ما تابع لوزاره الشباب. تريد توفر بس سيوله ما عندها، منين توفر؟ هاي مشكله المضامير، قله وشحه المضامير بالعراق موجوده. عندنا مضامير تحت العمل حاليا او راح يتم العمل بها قبل الختام؟ اكو مضامير، يعني هسه معالي الوزير والدائره الهندسيه وجهت مضمار داخل المدينه الشبابيه اعاده تاهيله، طبعا بطريقه دا تريدون يكملون، يعتبر هذا المضمار الوحيد هسه المفروض يعني ينجز للالعاب، الا ما عندنا مضمار، احنا ملعب الشعاب متهالك ومنتهي الصلاحيه، عندنا مضامير بالمحافظات يمكن، بس تعرف انت محافظات تاخذ فريق، عندك بنات صح، عندك كذا، صعوبه التنقلات، يمكن مضمار او مضمارين يعني عندنا جاهزه وفعلا ضمن المواصفات، الا البقيه كلها متهالكه ويحتاج طبعا، والمشكله بهاي السيوله وهاي المشاكل مالتنا اللي هي مؤخره جميع انجاز جميع المشاريع الموجوده. تمام. قادم الايام راح احتاج حلقات وياك كثيره توضح للمشاهد كثير من الامور، وشكرا لك ولتواجدك استاذ حسن مختص بانشاء الملاعب. كابتن نعيم شكرا لتلبيه الدعوه، اشكرك عامل. شكرا استاذ نعيم، بس اقول لك موضوع انه مساله اللي حكى به استاذ حسن وكنا احنا كعراقيين، خلينا ناكد على موضوع انه هي الحكومه هي اللي مقصره في المجال هذا الرياضي، كل الاخفاقات اللي ممكن المشاكل اللي تحدث لنا تحدث، مو راح اخذ وياك وقت. لا انا الوقت خلص. لا هي خلينا اعطيك بالمجمل وياك بالراي. الحكومه العراقيه هي اللي مقصره بتوفير الاموال. الحكومه جاي تعطي اموال لوزارات، وهاي الوزارات عندها انديه. من وجاي تنطي للانديه. ليش ما تبني الانديه ملاعب؟ يعني الاموال اللي تنطيها الحكومه العراقيه شو تقارن بالاموال اللي تصرف بالدول الاخرى؟ لا تقارن، اللي انت مو وضع بلدك يختلف. لا لا لا، ما بلدي مو فقير، بلدي من اغنى الدول. لا عاد انا هسه هم اجي اقول لك، عندنا اليوم لاعب بحجم نعيم وحبيب وموجودين وينهم؟ توفر وينهم؟ توفر لهم وينهم؟ شو اوفرهم؟ انت قلت انا كنت العب بملعبين، هسه العب عندي ثمان ملاعب. كنا نلعب ملعب تلعب بتجهيزات مثل ما هسه تجهيزات كابتن نعيم. الدول الاخرى ما كانت عندها ملعبين، كانت عندها ملعب، في وقت احنا كان عندنا ملعبين. الان الدول الاخرى المجاوره عندها 10 ملاعب و15 ملعب و20، اصبحت الملاعب شيء ثانوي عندهم. الامور هو هذا الشيء الاساسي طبيعي، هذا اللي اقول انا الحكومات بالملاعب صار كافتريات استثمارات مسابح قاعات. لذلك اقول اي حكومه اجتنا تعتبر الرياضه شيء ثاني بس بالانتخابات فقط، بالانتخابات من يفوز المنتخب كلها تهني بالسبتات ومنتج انتخابات يدزون عليهم يدزون على الفرق ويدزون على النجوم يقعدون بطولات لو لعب يعني. كرنفال هاي
انا جدا اشكرك. انا اشكرك. يراد لنا لعبه ان شاء الله. ان شاء الله تركض هواي عليها. انا اشكرك كابتن. مشاهدينا الكرام، هذا ما يسمح به وقت البرنامج. شكر موصول للاخوه بالكنترول وخلف الكواليس. نلتقيكم يوم غد في امان الله.